السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيسان باترول فتك موديل 2020 فئة السفاري بابين، نتعرف عليها من خلال هذا التقرير المفصل. طبعا هذه الفئة اللي تشوفوها أمامكم هي فئة الستاندر من النيسان باترول فيتك ذات البابين. مواصفاتها الخارجية: المصابيح الأمامية هيلوجين، مصابيح الضباب، وعدد حساسين على الصدام الأمامي. الإطارات مقاس 275 على 70، والرنجات مقاس 16، الرنجات باللون الأسود. المرايا الجانبية مطلية بالكروم. هذه فتحة السقف. عتبات الصعود والنزول الجانبية. أما من الخلف، عدد حساسين على الصدام الخلفي. كاميرا الرؤية الخلفية. وهذا شكل السبير العلاق. المحرك مكون من 6 اسطوانات، سعة 4800 سي سي 4.8 لتر، يولد قوة 280 حصان، 451 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات. معدل استهلاك الوقود: نيسان باترول فيتك موديل 2020 فئة البابين، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 7 كيلو 100 متر، والتقييم سيء جدا. كرسي السائق بتحكم يدوي، وكرسي الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي. وأنا حاليا في مقعد السائق، نبتدي نشرح مواصفات السيارة من الداخل. عجلة القيادة مكسوب الجلد وعليها التخشيب، وهذه أزرار التحكم بالنظام السمعي، وهذه أزرار التحكم بمثبت السرعة، وهذا شكل العدادات. السرعة القصوى 220، وهذا شكل مفاتيح السيارة. نظام التحكم بالدفلوك، وهذه هي الشاشة يتوفر عليها النافيجيشن. التحكم بالتكييف يدويا، هذا عصا ناقل الحركة. التحكم بنظام الدفع الرباعي، دبل ثقيل دبل خفيف،
منافذ اليو اس بي والاي او اكس، هذا زر التحكم بالكول بوكس، عندنا هنا اطفاء وتشغيل باركينج سنسر، قياس ضغط الاطارات والتراكشن كنترول. مساحة تخزين، حاملات الاكواب، هاند بريك يدوي، وهذه السدة يتوفر فيها ثلاجة. طبعا المقاعد قماشية، وطبعا المقاعد باللون الجملي. مساحة تخزين موجودة هنا، إيرباك للسائق والراكب الأمامي. عن يسار السائق التحكم بالإنارات الداخلية والخارجية، التحكم بالمرايا الجانبية، نافذة السائق تفتح وتغلق بلمسة واحدة، والتحكم بالأقفال. أما بالنسبة لسعر هذه المركبة فهي كالتالي: 18,000 ريال عماني، أي ما يعادل 175,000 ريال سعودي، أي ما يعادل 46,750 دولار أمريكي. نكمل باقي مواصفات السيارة: الإنارات الداخلية باللون الأصفر، حاملات النظارات، التحكم بفتحة السقف، شماسة السائق وشماسة الراكب الأمامي وعليها مرايا. نشغل لكم السيارة. هذه كاميرا الرؤية الخلفية، وهذه إنارات السيارة، الأزرار باللون البرتقالي، يتوفر على السيارة مقاعد جلدية، إضافة إلى كرسي السائق بتحكم كهربائي، إضافة إلى البوصلة اللي بتكون أسفل حاملات النظارات. هذه المواصفات تتوفر في الفئة اللي أعلى من هذه الفئة، وتقريبا السعر يفرق بمقدار 1000 ريال عماني. اللي تابع قناتي للمرة الأولى اشترك في هذه القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسون يا شباب من اللايك، اللايك يحمسنا للاستمرار. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.